مستر مادو، يمكن من خلال تنقلك في قاره افريقيا، سواء السنغال، ساوث افريقيا، ايجيبت، انجولا، افري وير يعني، او اي مكان حضرتك بتروحه، بتشوف اللوجو بتاع البال موجود في الشوارع، في الاعلانات، اللعيبه الصغيره لابسه التيشيرت بتاع البال، شعورك ايه يعني النهارده انت وانت كانك يعني مولود صغير اتولد على ايدك وبيكبر؟ عايز اعرف شعورك وانت ماشي في افريقيا وشايف التريد مارك او العلامه بتاعت البال موجوده في افريقيا، شعورك ايه؟ فخور جدا بالطبع، فخور فخور لما اراه من حماسه الجميع. الجميع الان لديه فرصه في، ولدينا الان كثافه كبيره سكانيه في افريقيا ومتشجعون تماما. في من موقع هذا اقول اننا يمكننا ان نمدهم بفرصه لتحقيق هذا الحلم. وإذا فكرنا أن مجرد أن العالم الآخر أو الجانب الآخر من العالم يرانا، بالنسبة لي هذا هو سبيل لسعادة كبير بالنسبة لي، أن نحظى بهذه المشاركة حول العالم وحوالي 17 لغة تغطي الحدث حتى الآن. نحن ننقل أفريقيا للعالم. بالطبع لدينا فرصة كبيرة، هي ليست فقط رياضة وإنما وسيلة للترفيه ولمشاركة العالم مع بعض، وأن ننقل الكثير من الثقافات من أفريقيا للعالم أجمع. وكما رأيتم الآن الأمر معقد، ونرى الكثير من الممثلين والفنانين الذين حضروا كالحفل في صالة حسن مصطفى. ما أقوله هو أننا فقط في البداية، نحن نتحدث عما يمكن أن نفعله في المستقبل. بالطبع حققنا جيد جدا، لأن هذه هي أفريقيا، المواهب متواجدة في كامل القارة، ونحن في على أكمل استعداد لتحقيق ما نريد. مستر مادو، النسخة الحالية شهدت بعض التغيير في المباريات المؤهلة للنهائيات في رواندا، وهو ظهور مجموعة ثالثة في جنوب أفريقيا وأطلق عليها كالهاري، والمجموعة دي اتلعبت يمكن في شهر مارس الماضي. إيه الأسباب؟ إيه أسباب اللي دفع بالبال النهاردة إنه يضيف مجموعة زيادة بالإضافة لمجموعة الصحراء ومجموعة النيل، أصبح هناك مجموعة ثالثة في ساوث أفريقيا؟ إيه الأسباب اللي دفعت البال إنه يتخذ هذا القرار؟ قرار بخصوص ما قلناه، وهو تنمية اللعبة وزيادة أعداد المشاركين. نحن نريد أن نزيد من اللعبة خلال القارة، وأن ننمي اللعبة، ويجب أن ننقل خبرة المشاركين للجماهير. ونحن أيضا ونقل اللعبة من شمال أفريقيا إلى جنوب أفريقيا، كان هذا هو الهدف. نحن درسنا كل الفرص، وفي عام 2010 قد قمنا بفتح مكتب للـ NBA في أفريقيا، وقد كانت هذه هي البداية. وقمنا بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة السلة. هذه ليست فقط خطوة منطقية، وإنما هي خطوة لتنمية اللعبة ونشر اللعبة بشكل أكبر من خلال أفريقيا. طب من خلال إجابة حضرتك أقدر أروح للنهاردة، عندنا كم مكتب في الـ NBA في داخل أفريقيا؟ يعني كم دولة تحتضن مكاتب للـ NBA داخل أفريقيا؟ قد أطلقنا بالفعل مكتب في جنوب أفريقيا، هو المكتب الرئيسي. وبعد ذلك أطلقنا مكتب في السنغال في دكار، وأيضا في نيجيريا في لاغوس، وأيضا في القاهرة، وأحدث مكتب في نوفمبر كان في نيروبي في كينيا. لدينا الآن 5 مكاتب.
ومرة أخرى هذه خطوة طبيعية للامتداد ونشر اللعبة على مر عقد من الزمان. نحن نعمل ونبادر لتطوير اللعبة في إفريقيا ونثبت أن كرة السلة دائما لعبة شعبية داخل قارة إفريقيا. اسمح لي أن أنا يعني أهني حضرتك على أن أنت اديت فرصة من خلال البال أنه نستمتع بكرة السلة، كرة السلة الممتعة اللي كنا بنتفرج عليها في أمريكا. اسمح لي أحييك وأحيي كل العاملين في البال بهذا النجاح الكبير اللي خلى الشعوب الأفريقية تستمتع بكرة السلة الحقيقية والجميلة في أمريكا. فيعني أتمنى حضرتك تتقبل مني هذه التحية، وده وضع طبيعي لهذا النجاح الكبير.